السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ حالي طيب الحمد لله. جزاك الله خير. يا شيخ مصطفى يعني حببت بس أن أوضح بعض أوضح نقطة وأنصحك فيها ولعلي أكون مصيب فيها جزاك الله خير. تفضل الله يحفظك وجزاك. ولا تزعل مني يا شيخ، أتمنى لا تزعل مني. لا لا أزعل إن شاء الله بعون الله، لن نزعل إن شاء الله. أنتم في الشمس الذي يسير الطريق يعني الشخص فيه. نعم. أقول أنتم كالشمس يعني الواحد ينظر إلى علمه. الله يغفر لنا ولك، تفضل. آمين آمين. ولعلك أخطأت في هذه المسألة، وراجعني إن كنت أنا يعني مخطئ أيضا. لا حرج، تفضل. جزاك الله خير. يا شيخ سئل يعني في هذا البرنامج الكريم، في هذا البرنامج الموقف، سئل عن أحد الأشخاص وهم واحد اسمه محمد شمس الدين، فقلت أنا ما أعلم عنه إلا كل خير. يعني هو الرجل يا شيخ مما يشتهر عن حاله وحذر منه أنه يطعن في الأئمة وينسب إلى النووي الإمام النووي رحمة الله عليه افتراءات لم يقلها، فينسب إليه القول بخلق القرآن، وينسب إليه القول بالإرجاء، وينسب إليه بإنكار علو الله عز وجل. فهذه كلها افتراءات. هل تتصور عفوا، هل تتصور أنني أسمع شخصا يطعن أو يفتري كذبا على عالم؟ هل تتصور أنني أسمع شخصا يفتري كذبا على عالم من العلماء الأجلاء المشهود لهم بالخير وأسكت عن هذا؟ والله لو أعلم الذي تقوله. وأنا لا، أنت تعرف أن في الحديث المجهول لا تقبل روايته، صح كده؟ نعم صحيح. مع احترامي لك أنت مجهول لدي. نعم ولكن يا شيخ أقول لك راجع كتابه الذي كتبه. اصبر علي بس. منذ عام اسمه عقيدة النووي. بس اصبر علي. عقيدة النووي راجعه يا شيخ، انظر ماذا نسب إلى الإمام النووي رحمة الله عليه. اصبر علي بس، اصبر علي. أنت ادعيت دعوة وتطالبني بقراءة كتب هذا الرجل كي أحكم عليه. ما هو هذا الذي أسأل عنه فقط هذا الرجل؟ أسأل عن رجال كثيرين. فإذا فرغت نفسي لقراءة كتب الذين سأسأل عنهم سيضيع علمي. أنا أمشي في منهج متزن الحمد لله، كل يوم أحرص، وأنا بقول الكلام ده بس حتى يعني أقول لغيري لعلهم يستفيدون، لعلهم يستفيدون. كل يوم أحرص أن أزداد علما بكتاب الله وبسنة رسول الله، وماشي في هذا النهج في القراءة في تفاسير علمائنا الأولين، سواء كانوا من المفسرين الكبار كالطبري وغيره، أو علمائنا في الفقه كالشافعي مالك أحمد بن حنبل الأحناف غيرهم. فأنا ماشي بترتيب معين، فحتى أترك هذا النهج الذي أنا عليه وأقرأ كتب فلان وفلان وفلان من المعاصرين، من المعاصرين، ضاع خط سيري. فأنا لست بمسؤول أمام الله عن قولي في فلان وفلان. أنا سئلت قلت ما أعلم عنه إلا خيرا، فس كده. أنت أشرت إلي إشارة وأنت ستسأل عنها أمام الله، أعد إشارتك للناس وأنت المسؤول عنها. بس قل للناس يا جماعة أنا فلان ابن فلان، حتى تنفع عن نفسك الجهالة وتنفع عن نفسك الجبن. قل لهم أنا فلان ابن فلان أقول في فلان كذا وكذا وقرأوا كذا ومحاسب. والله يا شيخ أنا خلاص أنا أوجزت لك القول، إذا لك نصيحة تستغل، وهو إذا طلبني أقول له أيضا دافع عن نفسك يا أخي محمد ضد من قال لك كذا كذا، بس كده اختصارا، لأنني لا أعلم والله ولا أسمع أي أخ حاسب على الكلام هذا ولا أفتري عليه يعني. أخي المقام والله أنا ما أعرفه والله والله يا شيخ. أنا قرأت له الكتاب الذي نسبه، هو كتاب 100 صفحة أو أقل من 100 صفحة، 50 صفحة، نسب إليه أكاذيب لم يقلها. طيب والله عليه هذا من البهتان يا شيخ، أنت تعلم أن هذا من البهتان. اصبر علينا بس أخي، أنا قلت لك معلش اسمح لي في الكلام، اسمح لي في الكلام. ما زلت أقول إنك مجهول لدي، هذه سأسأل عنها. أنا لا أعرف من يكلمني ولا أعرف صدقه من كذبه، لكن أقول يا إخوة الأخ أثار كلمات حول الأخ محمد بن شمس الدين، فإذا كان أحد يعنيه موضوع محمد بن شمس الدين يراجع الكلام بس كده. أما علماؤنا وأئمتنا، وهذا الذي يعنيني في هذا المقام، يعنيني أن أدافع عن أئمتي وعلمائي من
السلف ومن الخلف رحمة الله عليهم جميعا وأطال الله في عمر الأحياء منهم، ما في عالم معصوم، لكن كل ما هنالك إذا كان عالم أخطأ خطأ في الصفات أقول هذا عفى الله عنه أخطأ في باب كذا وكذا، من غير بكل أدب وكل احترام مبتدأ. نحن نقول نفتري عليه لو كان مبتدأ. نعم، لو كان مبتدأ في باب من الأبواب هل يجوز أن نفتري عليه؟ لا 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 أبدا، أعوذ بالله. أنا قلت لك أقول يا جماعة هذا العالم الفلاني أخطأ في كذا كذا، إذا كنا نقول في من؟ في كبار صحابة رسول الله رضي الله عنهم، نقول رأي الذين خالفوا عمر رضي الله عنه والمحدث الملهم الفاضل في التمتع في الحج، في التمتع في الحج أولى من رأي عمر. عمر رضي الله عنه يقول لا تمتع في الحج ويضرب المتمتع في الحج. قل لكم قل رأي علي ورأي عمران بن حسين أسد لأن الله ذكر التمتع في كتابه والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتمتع. فبكل أدب نبين الخطأ الذي نراه خطأ، نبين الخطأ الذي نراه خطأ مع تأدبنا مع علمائنا وأئمتنا. نعم بس كده اختصارا. أما الذي تسألني عنه والله يحفظكم ما أعرفه والله، ولا قرأت له في حياتي كلمة، إلا أنني وجدت ناس يقولون أنه يقول أنه دفع عن السنة بس، لكن أنت أصرت علي شيئا أطلب أسحب كلامي هذا. بل هو بدأ يصنف يا حبيبي، أنا مش مجالي الرد على هذا المقام، مش مقام رد على أحد ولا تفنيد أحد، هذا أنت ستسأل أنت هو أمام الله عن كلامكم في بعض بس. السلام عليكم. أنا ما أعرف، لا أعرف المتكلم ولا أعرف المهاجم، إلا أنني سمعت رجل يدافع في بعض المقالات عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا أقبل منه طعنا في علماء. ما يا إخوة ما أنا محتاج أراكم في الشخص، أنا ما تربطني به كبير علاقة، ديننا أولى عندنا من أي شخص، وعلماءنا وأئمتنا معروفون رحمة الله تعالى عليهم.